Look at the pace of that side. And the lack of it from Falcao. عساد على الجهة اليسرى، عساد مع بلومي، عساد يدخل داخل المنطقة يسجل ولا تفوت هاجر على الجهة اليمنى، هاجر أمام بن شيخ علي، هاجر يراوغ يختطف هاجر طيب بلومي بلومي داخل ضرب المقطع يحاول يختطف مروح وهدف عادي عساد يسترجع كورته بصعوبة هذا شكور ماجر هاجر يختطف حيث باللومي من بعيد وهدف رائع من طرف باللومي